قصة بخيل بالوراثة. يعتبر البخل من الصفات المذمومة والتي على كل إنسان أن يبتعد عنها. وهناك الكثير من القصص الموجودة في أدبنا العربي عن البخلاء، منها الدرامي ومنها الفكاهي، كهذه القصة التي تبين لنا أنه في أحيانا كثيرة يوجد بخل بالوراثة. هيا بنا لنتعرف معا على هذه القصة. يحكى أن أحدهم نزل ضيفا على صديق له من البخلاء، ومع أن وصل الضيف حتى نادى البخيل ابنه وقال له: يا ولد، عندنا ضيف عزيز على قلبي، فاذهب واشتري لنا نصف كيلو لحم من أحسن لحم. ذهب الولد وبعد مدة عاد ولم يشتري شيئا، فسأله أبوه: أين اللحم؟ فقال الولد: ذهبت إلى الجزار وقلت له: أعطينا أحسن ما عندك من لحم. فقال الجزار: سأعطيك لحما كأنه الزبد. قلت لنفسي: إذا كان كذلك فلماذا لا أشتري الزبد بدل اللحم؟ فذهبت إلى البقال وقلت له: أعطينا أحسن ما عندك من الزبد. فقال: أعطيك زبدا كأنه العسل. قلت: إذا كان الأمر كذلك فالأفضل أن أشتري عسلا. فذهبت إلى بائع العسل وقلت: أعطنا أحسن ما عندك من العسل. فقال الرجل: أعطيك عسلا كأنه الماء الصافي. فقلت لنفسي: إذا كان الأمر كذلك فعندنا ماء صافي في البيت. وهكذا عدت دون أن أشتري شيئا. قال الأب: يا لك من صبي شاطر، ولكن فاتك شيء، لقد استهلكت حذاءك بالجري من دكان إلى دكان. فأجاب الابن: لا يا أبي، أنا لبست حذاء الضيف. وفي النهاية أصدقائي، أتمنى أن تكون هذه القصة قد نالت إعجابكم. أيضا لا تنسوا إعطاءنا آراءكم في التعليقات، وغدا إن شاء الله قصة جديدة.